يعرف نشاط زراعة الحبوب انتعاشا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة في محاولة لأن يسترجع هذا النوع من النشاط الفلاحي ما حققه من نجاح في سنوات سابقة. فبهذه المساحة المقدرة ب 240 هكتار والتابعة لمؤسسة رياض سطيف انطلقت عملية حصاد القمح، ويتوقع أن يكون هذا الإنتاج وفيرا مقارنة بالموسم الفارط، وهذا لعدة عوامل. كان هناك توفير المواد الأولية، توفير مبكر. احنا انطلقنا في عملية الحرث والبذر في قبل نهاية شهر ديسمبر، دونك هذا من العوامل اللي راح تسمح بتحسين الإنتاج للموسم الفلاحي هذا. تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في هذا الصنف من المحاصيل الزراعية يعد توجها يتماشى مع النظرة الاستراتيجية للدولة التي أخذت على عاتقها الدفع بزراعة الحبوب على مستوى جنوب البلاد، حيث بدأت تتضح بجلاء بوادر العودة إلى ممارسة هذا النشاط الفلاحي. رفع المساحات المزروعة في المتخصصة في شعبة الحبوب مستقبلا، وهذا المشروع رانا انطلقنا فيه العام هذا لأننا رفعنا المساحة مقارنة مع الموسم الفارط. ويتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى 12 ألف قنطار لهذه السنة، وتعتمد زراعة الحبوب بهذه الولاية أساسا على تقنية الرش المحوري بالنظر إلى ضعف تساقط الأمطار نظرا للمناخ الصحراوي الذي يميز المنطقة.